السلام عليكم، معاكم سامي من قناة سامي اف. الفيديو هذا راح اوضح فيه ان في اصوات ثانية عملتها الياماها في الكيبورد A5000، وهي شرقية وجميلة جدا، يمكن سمعناها في الديمو لكن مو موجودة من ضمن الاصوات اللي موجودة في المجموعات اللي برا الكيبورد. هي موجودة داخل لكن بنفس المسميات، لكن هناك اصوات جميلة جدا عربية. كيف نوصل إلى هالمجموعة؟ يمكن حد يعرف يمكن حد ما يعرف، بس حبيت أنا أوضح. تختار أي مجموعة من المجموعات اللي هني في الأصوات، أي مجموعة. كمثال اخترنا العود، تي عند الشاشة هاي تضغط على السهم، طلع لك بيج بأسامي المجموعات، هي نفسها اللي موجودة برا. زين، تي على بيج رقم 2، في هني مجموعة أصوات اسمها الليجسي، هاي موجودة بس داخل، تضغط عليها. لاحظ تطلع لك نفس المسميات المجموعات اللي هي موجودة برا، عود وتريات ناي، عود وتريات ناي. بس لو تضغط عليها تلاقي عندك أصوات جميلة جدا تختلف. يعني العود عندك كم بيج؟ 6 بيجات. زين، عندك الوتريات 4 بيجات، وكل أصوات تختلف عن اللي برا. وعندك الناي والوايند ما شاء الله كم؟ 8 بيجات. هاي المعلومة. بعدين على فكرة الكلارانيت اللي كانوا يعزفون عليه اللي هو التركي الجميل، مو موجود برا من ضمن هالمجموعة، موجود في الليجسي في فئة الناي والوايند، بيج رقم 7 بتلقاه موجود هنا. شوف هالكلارانيت تعزف عليه. وفي صولوهات موجودة جميلة جدا من الـ A3000 بعد حاطينها. وفي صوت في الوتريات هني في فئة الليجسي، صوت جميل جدا عايبني، اسمه في بيج رقم 3، الاسم يا يالي يا يلي. اسمعه معاكم. والثاني نفس الشيء. حبيت أوضحكم هاي النقطة، وإن شاء الله إلى المفيد دائما. شكرا.